ومساء الفل عليكم جميعا، وجولة جديدة من جولات عجاء على اليوتيوب. النهاردة يا جماعة حكم كده في جولة جديدة للحسين والمعز، وهحضركم معانا الافطار بتاع رمضان اللي احنا احضرناه في مكان جميل جدا وحلو قوي. يلا بينا ناخد الجولة. احنا كده دلوقتي خلاص يعتبر داخلين على الحسين، ودي مشيخة الازهر ومباني جميلة جدا قديمة من المباني الموجودة في الحسين. يلا بينا بقى ندخل كده الشوارع ونتمشى فيها براحتنا ونتفرج على المباني والحاجات الأثرية الجميلة التاريخية الموجودة في مصر والحاجات الحلوة قوي. يلا بينا بقى كده دلوقتي، احنا الناس دلوقتي ماشية في الشارع، أجواء جميلة جدا وتسمع موسيقى في كل حتة والناس مبسوطين جدا. احنا حبينا ان احنا نحضر يوم كده جميل في المكان الحلو ده في رمضان في الأيام اللي خلاص الأخيرة. يلا بينا ناخد الجولة. هنروح دلوقتي على مكان اسمه صاحب السعادة. المكان الحلو ده بيقدم حفلات حلوة جدا، بتبقى موجودة منوعات حفلات حلوة قوي وأغاني، وبيقدم معزوفات حلوة، وطبعا هو عبارة عن كافيه ومطعم حلو قوي. يلا بينا، ده المدخل بتاع المطعم، ده الدور الأولاني الناس بيستقبلونا، وبعد كده بقى ده دلوقتي احنا طالعين الدور التاني، ده الدور التاني كده في الروف بيبقى فيه كده. دلوقتي جه بقى ميعاد الفطار. تمام، افرجكم برضو كده على المكان ده كده، او انا بلف لكم الكاميرا علشان تشوفوا. ده زي ما قلت لكم ده اللي هو مسجد قلاون. تمام، زي ما انتم شايفين منظر رائع يا جماعه جدا، والقعده حلوه قوي عجبتني بصراحه، واجواء جميله ومختلفه. طبعا الناس دلوقتي كلها مستنيه بقى الفطار، والمطعم بيكتمل والاوردرات بقى ابتدت تنزل زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا طلبنا اللي هو كفته مشويه، وطبعا الرز والعيش والسلطات واللي هو المشروب الرمضاني والحاجات دي كلها. وطبعا دلوقتي الفطار خلص، نبدأ بقى الفقرات بتاعت المكان. يلا بينا دلوقتي هيغني بقى أغنية رمضان جانا بالعزف بتاعهم، يعني هما اللي عزفينها هما اللي مغنيينها. عجبتني قوي قوي وأجواء جميلة جدا، أسيبكم تستمتعوا. بعد كده عزفوا الأغنية بتاعت أم كلثوم الشهيرة المقربة لقلبي جدا، أغنية أنت عمري، أسيبكم تستمتعوا.
بعد كده اسيبكم بقى تستمتعوا بالفقره بتاعه التنوره، اسيبكم تتفرجوا وتنبسطوا براحتكم. كده تكون خلصت جولتنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة عجائق على اليوتيوب، وتشجعوني ان انا استمر وتعملوا شير للفيديو. مرسي جدا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد، ويا ترى فسحة جديدة ولا ريفيو على القهوة، هنشوف. مرسي جدا ليكم، باي باي.